فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه لا يجزئ الرمي بحصى قد رمي به سابقا، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالحصى المستعمل؟ لا، غير صحيح. إذا وجدت الحصى في الأرض ساقط، ولو عند الحوض، ولو عند الحوض متساقط في الأرض، فخذ منه وارمي، ولا دليل على أنه لا يرمى به. نعم. أما أنك تأخذ من حصى الحوض، لا، هذا ما يجوز. تأخذ حصى من الحوض وترمي، لا، هذا ما يجوز. نعم.